زيك النعم كم ترجع لعبها. النظام الراشي انا اشوفه غير يعني ممكن تطبيقه داخل العراق بسبب قوت الشعب يا مجلس النواب ما بيكم شريف ولا عليه اعتاب لو طبين على الخضراء نريد نطلع الفاسد هاو اليوم الغيرة تبين حيهم يا اهل الكوت اليوم الغيرة تبين نموت وطايا يا وطني نموت لمن ونحن الوطن يا وطني لبيك يا حسين قفلنا على القضية خاف ما تدرون وخاف تقول تعبر هسه ويردون تقولكم تعبنا على القضية قفلنا على القضية خاف ما تدرون أخاف تقول تعبر هسه ويردون أهل الكود ذول أزلام نيبة للوغى يتعنون اليوم الكوت محزم او شرطة جيش ويا اليوم الكوت محزم شرطة جيش ويا اليوم الكوت محزم الله ينتقم من ذول الاحزاب لان ما فيهم شريف ومو عراقيين كلهم اجناب والله لك الظالم يحرقه بيوم الحساب والظالم والله يحرقه ولو ظالم والله ما بين ملوك وعباد وعادل زوين بس الشعب هالمرة واعي لهم 100% هذا ضاع الحق ما وفيت وياي بس كذب كل يوم انا اسمع دمرت العراق ودمرت وياها لعنة عليك ولعنة على المرضى لا عندك خجل لا تعرف العيب كل منين انت اللي اصلف تتبع تعيش الحلم واليد اجناك وانت بكل صوت واحس عمري وحياتي بدون ما تنفع يا ما مشتين عندك لا على الدايك ولا كلمة رجل كذاب ما يطلع انا عراق الاصل انا عراق الاصل وفخر بالعراق لو نفع لموده وموت ما نشبع يفداه العمر واللي
عملت افتاه بس هيهات يمك ما بعد ارتع هالايام تثبت راح ما اقول ما بطل تظاهر لا تظن ارجع وضراب العمر لو كله راح يصير محلى هالعمر خل يقرا يقول سنيانة اسم بالخير جبل جبل يا عراق اللي يصعد عليه اللي ينزل يخاف ويا صقر الصقور اللي بتعب الشواف ومن يقعد بالطلبة العراقي كلها منه تخاف من يقعد بالطلبة العراقي كلها منه تخاف الاسد خلف اسد ولد خلف اسد والذيب خلف ذيب واحنا عمر مسنون عراقي وليدوس يعيب واحنا عمر مسنون عراقي وليدوس يعيب حاصل خلف صوت مثل اوزاد حيصل خلف صوت مثل اوزاد حيصل خلف صوت مثل اوزاد حيصل خلف ما بين ملوك وعباد وعادل سوية ما بين ملوك وعباد وعادل سوية بس الشعب هالمرة واعي 100% هم نضاع الحق احنا نجيب نضاع الحق جيب 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 نضاع الحق قولي ثورة مثل ثورة العشرين حتى نحارب هالطغاة الفاسدين حتى نحارب هالطغاة الفاسدين ويغيث ثورة مثل ثورة العشرين حتى نحارب هالطغاة الفاسدين واليوم الشيخ وشباب اليوم متعنين واليوم الشيخ وشباب اليوم متعنين ها طلع الظالم دوس برجلين طلع الظالم دوس برجلين طلع الظالم دوس برجلين طلع الظالم برجلين طلع الظالم دوس برجلين طلع الظالم طلع الظالم يلا صبرك يا وطن سموك ايوب وجميل بشكل يوسف كلك تصير صح وان عندك منك تغار بس هالمرة حارة وما لقوا بير وعلى طلابة قميصك عندك شهود ما شهدوا عليك شهود تزوير عجيبة السفينة ولام من الناس تحدث راج بحرك ولا عاصير ولأن نوع اليقود وهو ربان عكس هالريح من دارت ولا تدير راقدت الشوف والسمع والطيب مثل شجرة تعب لم تدع عصافير راقدت القوي ما حزتك ريح ولا قام الدول تاخذ تصاوير أبو تشوف التمتها وتطعم الشاع والشبع جارك من خبز التنانير أبو تشوف اللي يسطر الخد لي عيل ويطق جنب الشداد كرش واجير وطننا ولدك احنا وباكر الشوف نعوضك بالفرح وان شاء الله تصير سلام التقدم دليت الغبرات دليت الغبرات دمي اسلام التقدم دليت الغبرات دمي اسلام التقدم دليت الغبرات دليت الغبرات دمي اسلام التقدم دليت الغبرات دليت الغبرات دمي اسلام التقدم يا ابو حمد
تعنيني الأصول كل ما كانت الواحد هاي الدنيا الذي يموت كنت عاد وفرح الميتة تعنيني الأصول كل ما كانت الواحد هاي الدنيا الذي يموت بسم الله الرحمن الرحيم. التظاهرات التي عملت العراق ومحافظة واصل، هذه التظاهرات خرجت لمطالب، في البدء كانت مطالب عبارة عن مطالب بسيطة، لكن سقف المطالب ارتفع مع مماطلة الحكومة. الحكومة اليوم الكل ينادي بأنها حكومة يعني فيها الفساد وفيها كل مظاهر الحكومة، يعني إذا نقول بين قوسين غير رسمية، بدليل أن من تاريخ 2003 ولحد هذا التاريخ الحكومة لم تقدم شيء لهذا الشعب. هناك لدينا الكثير من العاطلين بالنسبة للخريجين، بالنسبة للمعسكرين، بالنسبة لفئات كثيرة من الشعب لم تجد نفعا أو تقدم شيء. خرجت هذه التظاهرات، خرجت بثورة أو خرجت بثوب أخضر وهو ثوب الشباب. الشباب عندما خرج أراد من هذه الحكومة، كانت هذه الحكومة استطاعت أن توفر هذه الأشياء البسيطة لهذا الشاب. اليوم نحن نعرف والكل يعرف أن الشاب العراقي يختلف عن الشاب في باقي الدول العالم. الشاب العراقي لم تتوفر له لا فرصة التعيين ولا الزواج ولا حتى أبسط الحقوق البسيطة، والسبب هو السبب الأحزاب الموجودة في قمة الهرم. بالنسبة للمطالب، هي المطالب طرحت والآن المطالب موجود، أما إذا لم تستجب المطالب فأنا أو الكثير من السياسيين والمحللين سيتجه العراق لا سمح الله إلى أمور قد لا يحمد عقباها على الحكومة. وخاصة هذه رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء أن يحقن الدم العراقي، والسبب لأن يوميا يسقط لدينا الكثير من الشهداء وخاصة من شبابنا. نحن لا نريد أن يكون الجهاز الأمني الموجود أو القوة الأمنية أن يكون جهاز قمعي، أن لا تتحول هذه الحرية كما يدعون إلى استبداد للشعب. الشعب فقد مصداقيته، فقد ثقته بهذه الحكومة. أما بما يخص إذا لم تستجب الحكومة، فنحن نعول بأن الشباب يعني شبابنا معول على الاستمرار، وخاصة الشباب. هل يتحول الاعتصام إلى عصيان مدني؟ نعم، كل الطرق موجودة لدى الشباب. الشاب بدأ يخترق العصيان المدني
بدا افكار، لكن يبقى الشاب العراقي هو في دور التظاهر السلمية. من يضرب القوى الأمنية ومن يعتدي على القوى الأمنية هي جهات خارجة عن المتظاهرين، يعني التظاهرة خرجت لتظاهرة سلمية. التظاهرة تستمر، والشاب عنده طموح بأن هذه الحكومة لا تقوم لها قائمة، فخير للحكومة أو خير لرئيس الوزراء أن يعني الاستقالة اليوم أو غدا، حفظا لدماء العراقيين، حفظا للإنسانية المتواجدة، حتى لا نضحي بشبابنا أكثر. يومية يسقط الكثير من الشهداء ويسقط الكثير من الجرحى، ونحن لا يهون علينا أن تسقط قطرة دم من هذا الشاب العراقي. بالنسبة إذا ما وافقت الحكومة على تنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين اللي هي أسقاط النظام، احنا ما عندنا إشكال مع الدكتور مع السيد عادل عبد المهدي ولا مع الأحزاب، بأنما نريد نغير نظام فاشل 16 سنة من الوعود الكاذبة. 16 سنة شبابنا ما إلى كل مستقبل، الخريج يخلص دراسته، يعني أنا كمدير إعدادية والطالب يتخرج من عندنا يروح يفتح، يعني راح يظلم ويقعد بالبيت وينتظر رحمة الله عليه. إحنا يعني هيئة تعليمية، الناشد إنه يحق الحق، وهذا الطلاب خطية، دول لازم يكون لهم مستقبل. بالنسبة للحكومة قلنا 16 سنة ما وفت بأي وعود، عندنا ما وفت بوعود. في حالة إذا ما تنفذت المطالب، إحنا كهيئة تعليمية مرتبطين برقابة المعلمين، رقابة المعلمين بالنسبة للمتوسط مرتبطة برقابة المعلمين المركزي في بغداد. رقابة المعلمين في بغداد إلها رأيها، وأتصور إنه يوم الجمعة راح يكون لهم اجتماع، راح يقررون إذا نستمر بالاعتصام أو شوف شنو القرارات هم اللي يتخذوها، وإحنا راح ننفذ. إحنا كهيئة تعليمية إحنا مع النقابة. في حال لم تستجب الحكومة العراقية لمطالب المعتصمين ولمطالب الثوار، هل يتحول من اعتصام إلى اعتصام مدني شامل؟ إن شاء الله، يعني إحنا هذا اللي نطمح إليه، يعني واللي نطالب به، يعني نقابة المعلمين المركزي في بغداد، لأنه ما معقول إحنا معتصمين يعني متظاهرين لمدة 13 يوم وبالتالي نوصل إلى نتائج غير مرضية. لازم نوصل إلى نتيجة، يعني إحنا عندنا هدف لازم نوصل إليه، يعني إحنا لازم نستمر بالتظاهر مالتنا وبالاعتصام، الاعتصام المدني السلمي. ألا راح نظاهر بالعصيان المسلح، ولا راح نضرر بالبنايات أو نخرب، أو إحنا هيئات تعليمية مستقلة، يعني ما عندنا أي ضرر على المحافظة. الشاعر الغنائي الفنان سعد البكري والحان الملحن ماجد المدرس. استاذ ابو هني، صار كم يوم هنا اليوم معتصمين؟ اليوم الثاني عشر على التوالي. نعم، من ثاني يوم التظاهرات بدينا الاعتصام في ساحه تموز من خلال نصب السردق وتواجد جميع الفنانين من عموم المحافظه. نعم، واليوم سجلنا الانشوده بمشاركه نقابه المهندسين العراقيين ونقابة المحامين، وحشد كبير من منسقية مشرفي ومدراء ومدرسي تربية واسط.
وبمشاركة الكاتب الكلمات الفنان سعد البكري. إلى متى تبقون معتصمين؟ نبقى معتصمين لحين تلبية مطالب الجماهير، واللي تتلخص بتغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، وتلبية مطالب الجماهير اللي متلخصة بعشرين مطلب واللي منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، اللي مع الأسف الشديد اليوم الحكومة غلقت مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا حق من حقوق الشعب العراقي اللي أيضا افتتت الحكومة. هل هناك بوادر من الحكومة بالاستقالة؟ لا توجد أي بوادر من خلال ما لاحظناه من خلال خطاب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم وأمس، ماكو أي بوادر لحل الحكومة وتلبية المطالب، وإنما وعود واهية وكاذبة. بسم الله الرحمن الرحيم. خرجت جماهير وشعب واسط المعطاء تظاهرات سلمية من تاريخ 25 أكتوبر، وذلك المطالبة بالحقوق. وشاركت هذه التظاهرات بكافة الأطياف والشرائح، كل شرائح المجتمع شاركت، من مهندسين إلى نقابات إلى أطباء إلى صيادلة إلى معلمين إلى أساتذة إلى ناس وسطاء، إلى كافة الشرائح شاركت في هذه التظاهرات، وذلك من أجل المطالبة بالحقوق التي طال انتظارها أكثر من 16 عاما. عانينا كل تلك الفترة الماضية من الحرمان والظلم والاضطهاد والفساد الذي استشرى في البلاد وأكل الأخضر واليابس. جماهير واسط وكافة المحافظات وكافة عراقنا الجريح شاركوا بهذه التظاهرات وخرجوا معبرين سلميين أمنيين، شاركوا بهذه التظاهرات، وذلك من أجل المطالبة بالحقوق المهمشة، الحقوق المسلوبة. نطالب بالتغيير الجذري، لا نريد حلول ترقيعية، لا نريد حلول مؤقتة، نريد حلول جذرية شاملة تشمل كل الميادين وكل المجتمع العراقي. نطالب بحل البرلمان أو تقليله، نطالب بإعادة الدستور الخيمة التي تضم جميع فئات المجتمع العراقي. الدستور فيه هواي حروقات، سنوه في وقت غير ملائم ومؤقت، وفي فترة أرادوا بها يعني سيرون البلد. آن الأوان لتغيير الدستور، وذلك لإعادة الحقوق لكافة الشرائع. جماهير واسط يعني والله العظيم شاركوا، ونشوف يعني جماهير واسط ناس وسطاء، ناس قدمت الكثير، الكل متعاون، الكل مثقف، منظمات المجتمع المدني، نقابة المهندسين العراقية، نقابات كافة النقابات، كافة تجمعات مهندسي واسط. كنا بأعداد موكب بسيط يجهز من المواد اللوجستية وبعض المواد من مشروبات إلى عصائر إلى مواد، وذلك من أجل استمرار الاعتصام. لا كفى سكوت، كفى ظلم، يعني ما أعرف وين الدولة تتسير. أستاذنا العزيز، اليوم القوات الأمنية على جسر الجمهورية بساعة التحرير قاعد تستخدم قنابل دخانية قاتلة، قنابل محرمة دوليا. ماذا تقول للحكومة والقوات الأمنية؟ أقولها وللتاريخ، وليخرج أحد السياسيين الشجعان. يعني ملاحظين إحنا وسائل التواصل الاجتماعي انغلقت، ملاحظين اضطهاد. أنا أريد شخص سياسي شريف شجاع يذكر التاريخ، يخلده مثل عبد الكريم قاسم، خليه يطلع يواجه الشعب، يقول يعني ناس عزل، ناس بسطاء طلعت تدافع عن رزقها، تدافع عن ناس قتلها الجوع، ناس باعت كل شيء، ما عندها شيء تخدمه بعد. يعني أنا أستغرب وأتعجب ما يطلع وللتاريخ يذكر فد كلمة، فد إنسان شريف يقول خلنا نتنازل عن حقوقي، خلنا أطلع أصارح الشعب. يعني ماذا تقول القوات الأمنية قاعد تستخدم قنابل محرمة دوليا ضد شعبها؟ طبعا هذا الكل يحاكم، وإن شاء الله الجماهير وصوت الجماهير وحق الجماهير وأقوى من الطغاة. القادة رايحين بس الجماهير، والعراق باقي لمليارات السنين. العراق مهد الحضارات، مهد التطور بالعالم.
كان يعني من اعظم الدول في المناطق الشرق الاوسط بكل الميادين، ما بقى عندنا مجال لا قطاع الصناعه لا قطاع التجاره، يعني دا يستخدمون وسائل التعسف، يعني شباب عزل شباب بسطاء ما طالع السلاح، ما يعني والله انا شفت حالات هنا بواسط ناس تنظف ناس تبني، احنا المهندسين يعني وكل ما اقدر اذكر بد المهندسين كل الفئات في المجتمع خرجنا ننظف، خرجنا نركب ننظف نوزع، طلعنا اكو ناس بسطاء طلعت تصبغ طلعت ترتب مدينتها، يعني ما اعرف انا هاي يعني وين الميثاق الامم المتحده، وين ميثاق الشرف، يعني انا اناشد رئيس وزراء رئيس الوزراء، يعني انت من باقي الشعب ما يريدكم عمي، الشعب مال يعني ناس سلميين طالعه تطالب بحقوقها تجابوها برصاص حي رصاص مطاط، يعني ناس والله شباب راحت قدمنا دماء، بس انا من هنا ومن هذا المنبر الشريف ومن ارض واسط واسط الخير والمعطاء والله لن نغادر هذا المكان ولن نتنازل ونبقى اخر لحظه ومو احسن من يمنا، يعني احنا العفو مو احسن من اللي قدموا التضحيات والدماء، الشباب اللي راحت ما ممكن تروح حدر، وان شاء الله باقين هنا ومعتصمين، واناشد رئاسة الوزراء والبرلمان وكل الرئاسات وكل السياسيين اقول ما لكم مكان وما لكم وجود، الشعب كرهكم الشعب طلعوا يا عم تنازلوا عن مناصبكم، هذا الشيء ما يفيدكم لان والله العظيم انتم الى الهاويه والى مزبله التاريخ، وخلي حاسبني اكبر شخص زين وانا امام الاعلام، انتم الى الهاويه والى مزبله التاريخ، والشعب باقي وسوف يقول كلمته، ومن هنا تبقى مو فد اعتصام ولا وقفه سلميه ولا مظاهرات، وانما عصيان مدني لحين التغيير وارجاع الشعب العراقي وارجاع العراق الى مصافي الدول المتقدمه. ساهم من هذه العملية السياسية اللي ما جابت للشعب غير المحاصصة، وهي المحاصصة هذه ما أدري المحاصصة بالعراق صارت بس للأحزاب يعني مو للشعب، أول شيء الشعب من لا مو مريض، يعني من أجتنا أمريكا احنا استبشرنا خير من خلص النظام، على اساس صدام كان ظالم بس طلع صدام الظاهر مو ظالم زين، يعرف هذول ناس شنو شغلهم زين، الظاهر اجوا منك هم مسوين شغلتهم يعني مرتبينها ومفصلين دستور كامل عليهم بحيث الدستور ما يخلي شيء للشعب بس إله إلك وإلي استنقوا إلهم. أول شيء أريد بس أسأل الحكومة اللي موجودة هس، أريد أقول لهم التربية قبل لو هس، أروح الصحة قبل لو هس، اثنين الإسكان قبل لو هس، البلدية قبل لو هس، بعد منو النفط قبل له هسه، ونجيها وحده وحده، التربيه التعليم احنا هسه احنا مواليد الستينات زين، تربيه شلون شفناها وشلون التربيه مال هذول الشباب، شوف العلم مالتهم وشوف العلم مالتنا، هوا احنا صار لنا اليوم مو 12 يوم لا اخي من 11 احنا خاف سويناها على الاربعينيه، احنا احتراما للامام الحسين يعني احنا ما والا احنا ماشيين بيها، احنا اليوم هاي الشباب اشجع من عندنا، ليش اشجع من عندنا؟ احنا مواليدنا احنا انقمعنا احنا شفنا ظلم احنا جبناها بالحديد والنار زين، احنا الوضع هسه الشباب هاي هسه شافت الديمقراطيه شافت الانترنت اطلعت زين اتعلمت زين، يعني شلون هذول يعني شنو ذنبهم؟ شنو يعني هسه هو متخرج طين متخرج تعين اذا مو واصل الطين متعين اذا مو دفترين ثلاثه زين، المعلم دفترين زين يلا يصير، الموظف اذا ما تدفع ما تصير، اذا مو قرايبك ما تصير، اليوم القوات الامنيه القوات الجمهوريه استخدمت القنابل المحرمه نعم
يعني اقول السيد عبد المهدي انت ترى رجل انا احكيها لله، هذول خلي ما يرضى خلي يرضى زين، رجل نزيه مالك دخل زين، حكومتك ما الشكل تخلوها عمي، انت رجال جابوك انت كبش فداء زين ورطوك يا فقير انت باوع، شنو سويته؟ شنو سويت؟ ابدا افتهم شنو سويت؟ زين وين لحقت تكون وزاره؟ ما سويت وزاره يا زين؟ احنا نريد اول وتالي عمي شغلتك شغلتك انت والدوله كلها تريد من العشره المبشرين، العشره المبشرين اذا ما يسقطون بالعراق ما يصير للعراق شيء زين، العشره المبشرين بالنار هم رؤساء الكتب العشره وكل العراق يعرفهم من اولا اريد اعدل لك يوم بالاسماء مثلا، خاف تعدموني خاف تعدموني عمي الله وكيلك هسه طقوني زين بيناك العباس هسه طقوني هسه ما بينات تقاسيه زين، خليهم العشره المبشرين بالنار اذا ما يسقطون زين، اذا ما يسقطون بالعراق ما يصير للعراق شيء ويرجع كما كنت، وهاي سووها يوميه مطي قرارات ترى كذب، واحنا هاي الشغلة ندري بيها وتعلمناها وعرفناها زين اخوان احنا نحكيها، ترى اللي هذا شوفه هذا الطفل تعلم سياسة زين وتعلم الحكي، اذا ما يسقطون ذولا ويتعدل الدستور ترى هذا الشعب نفس الشيء، وهذا الشعب فقير، هذا شو يريد؟ هو شو يريد هذا طالع شو يريد؟ بس عرفت افتهم شو يريد؟ والله بجيبك عمي 1000 دينار؟ بروح ابوك بجيبك 1000 دينار؟ زين انت بجيبك 1000 دينار؟ زين؟ شهيد الطاف عساك الدوم الدوم ويطلع وياك هيطلع وياك هيطلع وياك هيطلع وياك الباق هذا الوطن ها مريدة 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 هذا الوطن مريدة سلمية كلها تصيح شرطة ويا الجيش سلمية كلها تصيح شرطة ويا الجيش ما ردنا كرسي وياكم نريد نعيش ما ردنا كرسي وياكم نريد نعيش أشراب وتراب شلون ينباع وليش وياك اشراف تراب شلون ينباعوني اشراف تراب شلون ينباعوني الشعب ضد الظلم توحيده الشعب ضد الظلم توحيده ما اريد ما اريد ما اريد والباق هذا الوطن ما اريد ما اريد ما والباق هذا الوطن ما اريد اسمع شي يقول قاسم الجلدان ابو البصره يا شعب كاف نعيش ذله وحرمان يا شعب كاف نعيش ذله وحرمان للكوت للتحرير نهتف شجعان للكوت للتحرير نهتف شجعان نريد واحد كون نايم جوعان نريد واحد كون نايم جوعان ويدا نظيفة ما تبوك ايدا ويدا نظيفة ما تبوك ايدا مريدة 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 والباق هذا الوطن مريدة 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 والباق هذا الوطن مريدة نور باسم الدين كافة شوهونة صيح كافة شوهونة ايه
اسم المذهب غالي هواي كاف تشوفونه اسمه اسم المذهب غالي هواي الله نكرهكم يا المسؤولين لا تحجون باسم الدين اي كافي تشوهونا بس كافي تشوهونا بعد مرة كافي تشوهونا سمعوا صوت الشعب كافي بس جذب عطي كافي موقف لا مقابل اجى اليوم البي نحاسب وياي اجى اليوم البي نحاسب صفقاتكم صارت علن بعتوا الضماير والوطن صفقاتكم صارت علن بعتوا الضماير والوطن يهلككم الخالق حسين يرجع الدين حاجين لا جديدة تلائم متطلبات كل الجماهير المحتجة الآن الشباب العراقي فاقد الأمل الشباب العراقي يعاني من عدم تكافؤ الفرص من اللامساواة من غياب العدالة الاجتماعية هذا النظام القام بدأ 16 سنة بإفقار الناس وبتجويع الناس على حساب فئة محدودة نهبت كل الثروات العراقية يجب أن يسقط ما بقى شيء المهم الآن التحريض والتعبئة الثورية لكل الجماهير هذا التحريض والتعبئة الثورية قادرة على تغييرات كبيرة وعظيمة الآن إحنا نصنع المستقبل جيل الشباب الموجود الآن بالأعمار المبكرة هي تصنع المستقبل وهذه فرصة ونادراً ما تحب هذه الفرص على الشعوب إلا في لحظات تاريخية هذه اللحظات التاريخية تكون قصيرة وتكون ضيقة جداً لذلك استثمار هذه اللحظة التاريخية بالاعتصام والتصعيد السلمي وكل أشكال الأضراب والعصيان المدني مهم جدا نجاحنا بالسلمية نجاحنا بالاعتصام نجاحنا ببقائنا نجاحنا بالأضراب عن الدوام نجاحنا أن نكون متكاتفين ومتآزرين ومتعاضدين جميعا في ساحة الاحتجاج في واسط وكل ساحات الاحتجاج في العراق واسط الآن ضربت نموذج جيد في كل أنحاء العراق هذا النموذج يجب أن يحتذى به ويجب أن يقتدى الجماهير في واسط بعد سقوط 5 شهداء على أيدي القوات الأمنية ومسؤول اللجنة الأمنية العليا هو محافظ واسط وهو مسؤول عن سفك دماء الشباب في واسط احتجت وخرجت وكانت استجابتها رائعة في العصيان المدني وفي الإضراب عن الدوام الآن النظام مهما ادعى القوة ومهما ادعى عدم اهتمامه هذا النظام متهالك وهذا النظام آيل للانهيار وهذا النظام آيل للزوال المهم هو الاستمرارية في كل أشكال التصعيد السلمي وهذه العزلة ما مر بها إلا نظام صدام حسين بالتسعينات وعزلة الحكام على المحكومين لذلك الضغط السلمي والدفع باتجاه تغيير النظام أو إسقاطه إذا الشعب شاف بأنه انتهت مرحلة من عدم استجابة النظام لكل هذه المطالب المشروعة مهمة جدا لذلك بقائنا وثباتنا وصمودنا في هذه الساحة وفي كل ساحات الاحتجاج في العراق مهم جدا
وما النصر إلا صبر ساعة، وثقتنا بالجماهير، ثقتنا بوعي الجماهير الثائرة هو اللي راح يصنع التغيير القادم. شو أنا حالة فضل الاعتصام هي خرق دستوري، خرق الدستور العراقي عام 2005، حق الاعتصام والتعبير عن الرأي والتظاهر مكفول بكافة الطرق. لذلك هذا الحق الدستوري ما يتقيد أي تصريحات أو أي تعليمات أو أي تشريعات، هذا الحق الدستوري مكفول إنه ومكفول للجميع. المواطن الآن اللي يخرج بهذه الطرق السلمية ويعبر عن رأيه وواجه رصاص القوات الأمنية، واجه رصاص الحكومة، واجه قنابلها المسيلة للدموع، هو صاحب حق ومطالب مشروعة. حالة الفقر تراكمت والأسباب تراكمت، والآن الانفجار قادم، وما حد يمنع الشعب عن التمسك بحقه الدستوري. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عندي عتب على السياسيين، السياسيين إذا هم إسلام ها يتنازلون الطول الشعب ما يطول الشعب ها، و16 سنة إذا هم إسلام صدق هسه هم لو يهود، هم اليهود هم تنازلوا من الحكم. الله ما الله سبحانه وتعالى هاي 16 سنة أنت ما حالفكم الحظ ها، ولعبتوا ما لعبتوا بالعراق، وكل شيء ما حصل مواكم العراق، الشباب كاتل هالضير، الصناعة، الزراعة كلها متوقفة. زين شنو بعد هذا اللي انتم ظالين لو يهود لو تنازل من الحكم هذا؟ أريد شنو بعد ظلتكم انتم؟ احنا مسلمين، لو مسلمين انتم متنازلون، لو مسلمين تقولوا احنا ما نتنازل، لو كفار هم متنازلون. كاف 16 سنة ما حالفكم الحظ ها، تنازلوا مبشع عليكم الله وبسلم، وخلونا بسلم والتنازلون والله محمد وعلى وياكم. والسلام عليكم ورحمة الله. رسالة إلى عادل عبد المهدي وإلى كل الأحزاب المتواجدة في العراق، في الساحة العراقية، من دول الجوار أو من داخل العراق أو من الساحات العراقية. الحكومة العراقية جاية تراهن على الوقت، فيا عادل عبد المهدي يا حبيبي يا وجه البومة، قدم استقالتك أحسن لك، الشعب مل. فإحنا مستمرين بهاي التظاهرات وبنصب الخيام بساحة الاعتصام وبنصب الخيام. فالخيام ما تشار إلى إما النصر إما شارع عادل عبد المهدي. يا حبيبي استغل، ترى مطالبنا عامة ومطالب شخصية. أنت شنو البارحة طالع لي مسوي هيجي وقاعد بأربي المدروين خات اللي هناك؟ تعال هنا للشعب، تعال شوفنا وشوف الأمان شبع القنادر. إلا سألك مثل سألت نور سعيد، قاعد هنا ولا تقول الشعب، ولا تقول الشعب وصل بالملايين آلاف الشهداء والجرحى بالعشرة آلاف جريح. عمي كافي كيف تراهنون على الوقت؟ عم لو مو تراهن على الوقت ترى الخيام منصوبة والله العظيم، وما تشال لا أبوك ولا جد جدك ولا أكبر حزب يجي يقدر يشيل هاي. ولا تلتقي لي يومية بحزب قاعدين بمكارب أربيل، تعال علينا، لا تعال علينا. الشعب هو الذي يقوم بإقالة هذه الحكومة، احنا ما تاني يستغيل. احنا كم يوم ونقدم استقالة الحكومة، الشعب هو يقر الحكومة بنفسه والله العظيم. إذا استمرت التظاهرات فجميع المحافظات الوسطية تتجه إلى منطقة الخضراء، إلى شنية المقبرة مالتهم راح تصير إن شاء الله. فتحذير لك يا عادل عبد المهدي، استغير أحسن لك. بسم الله الرحمن الرحيم. أناشد الطيبين والدول العربية والأمم المتحدة على اللي جاي يصير بالعراق. صدام حسين المقبور عدم لأربعين واحد نحكم بالاعدام. احنا باليوم جاي يروح 40 واحد من شبابنا. انا عمري 60 سنة بالحلوة والمرة والزينة والمزينة حافظنا على هذا البلد العراق، بلدنا راح يروح من يدينا. اناشد هاي الشباب الطيبين، هاي الشباب الاقوياء، احنا ما نقدر نغير لكن احنا نسند بيهم. تعالوا شوفوا شبابنا تذبح بالشوارع من اجل الكرسي عادل عبد المهدي والاحزاب اللي تدعمه من خارج البلد. فاحنا مناشدتنا باسمي وباسم هذه المحافظه الطيبه ان يباعون شبابنا اللي ذبحت، وشكرا جزيلا. هاي حلوة.